بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تتخدع في نتيجه مانشستر يونايتد بعد المباراه اليونايتد لحد دلوقتي في الدقيقه 24 3-0، هتقول اليونايتد ماشي كويس والكلام ده، اقول لك اللعيبه اللي ما بتعرف ان سول تشاير ماشي، الموضوع بيتغير تماما. تحس كده ان اللعيبه يلا احنا بنلعب عشان خاطر اولي، واولي لما بنلعب عشان خاطره بنكسب. سبحان الله يا اخي، اسكوت ماكدونالد ما بيجيبش جوان، الراجل بسم الله ما شاء الله جاب له جولين في اول 3 دقايق، وبعد كده برونو فرنانديز بيجيب الثالث في الدقيقه 24 وهلوم مجره بقى وشكلها وفتحه سكور. احنا مش جايين نتكلم النهارده على مانشستر يونايتد، احنا جايين نتكلم على توتنهام والخساره الثانيه على التوالي قدام ليستر سيتي. المشكله توتنهام جوزيه مورينيو انك لما بتقعد تفكر نفسك بعد كل خساره هتقول ايه، لان الوضع متغير تماما في توتنهام. لما الفرقه بتكسب بيقال ان جوزيه مورينيو هو السبب ورا الطفره وهو السبب ورا الشخصيه اللي موجوده عند الفريق، بس لما مورينيو بيخسر وقتها بتفتح 100,000 جبهه على سبيشال وان، لان الراجل ما بيقدمش كره قدم جيده للمشاهد العادي. فطبيعي جدا انك لما الفرقه تخسر هتلاقي كل السلبيات تتكلم عنها فجاه، ناس كتير قوي بدات تبرر وان هو يا جماعه والله ايه الحمل البدني بتاع اللعيبه كتير، ان هم يلعبوا ماتشين في اسبوع، اللي هو ما كل الفرق بتلعب بوكسنج جديد، بس اشمعنى لما توتنهام خسر بقى الدنيا متغيره. دلوقتي توتنهام سبير نزل المركز الخامس، وكمان بكره تشيلسي مرشح ان هو يوصل تحتيه للمركز السادس، لان فرق الاهداف هو اللي هيفرق على توتنهام وتشيلسي. فاعتقد ان توتنهام بدا يرجع للمراكز اللي هو ممكن ينافس عليها. الكلام بتاع ان انت تاخد الدوري الكلام صعب جدا على توتنهام، عشان ما نضحكش على بعض، توتنهام ما عندوش دكه، والفرقه اللي ما عندهاش دكه دي الموضوع بيكون صعب بالنسبه لها، وصعب جدا بالنسبه لاي فريق. عارف توتنهام بيلعب لعبه او لعبتين، هاري كين بينزل بيلعب بلسون في العمق، طبيعي جدا ان هو يحاول يقفلها لك، وانت النهارده بتلاعب فرقه من الكبار في انجلترا، هم من الفرق الكبيره في انجلترا ليستر سيتي، الموضوع متغير تماما. عندهم براندن روجرز مدرب ممتاز جدا، عندهم فرقه نوعا ما مكتظه بلعيبه جيده ولعيبه متوسطه يقدروا ان هم يفضلوا لحد الرمك الاخير بنفسه على الصعود لدوري ابطال اوروبا، وممكن كمان تلاقيهم عادي جدا صعدوا والدنيا اتغيرت تماما. فرقه عندها هداف كبير جدا زي جيمي فاردي شغال في المباريات قدام الفرقه اللندنيه، اديله ارسنال وتوتنهام هتلاقيه بسم الله ما شاء الله هداف الدوري. اول شوط طبيعي ان توتنهام بيحاول ان هو يقفل الملعب، طبيعي ان هو بيحاول يلعب على الكره بتاعت سون وهاري كين، طبيعي ان هو بيحاول يستغل اي كره هجوميه عشان خاطر يرميها على الاثنين دول، بس الاثنين دول انهكوا بدنيا. قلت لك قبل كده لما سون وكين يتعبوا وقتها تبقى مشاكل، والمشاكل بانت. سيرجيو ريبي بيعمل ضربه جزاء بيقدر يخش ويحرزها جيمي فاردي عشان خاطر تخش اوضه اللبس 1-0. الشوط الثاني لما توتنهام بيحاول ان هو يهاجم كان في مشاكل بصراحه، موضوع تانجي دومبلي وتغيير تانجي دومبلي وجوفاني لوسيلسيو موجود ناحيه الشمال وسون موجود ناحيه اليمين، هغير ارجع سون مكانه بعد كده، لا سون كان موجود اسف ناحيه الشمال، بعد كده محتاج ان انا اغير جوفاني لوسيلسيو كان موجود ناحيه اليمين، لا انا هطلع تانجي دومبلي واحطه مكان تانجي وهنزل جاريث بيل عشان خاطر يلعب هو الناحيه الثانيه. وكلام بقى جوزيه مورينيو لما يحب يفتي هجوميا بتلاقي ان الحمد لله رب العالمين مفيش اي شغل هجومي تكتيكي شغال ولا اي حاجه، وبتلاقي ان الفرقه صعب ان هي تحرز اهداف، وخصوصا كمان براندن روجرز لما جاب الجول الاول ارتاح والموضوع عادي بالنسبه له، ونلعب على المرتدات وفي كوره عرضيه بيلعبها جيمي فاردي تيجي خطف توبي الدرفيلد وتخش جول. المباراة تخلص 2-0، وكلام كتير قوي اللي هيبدا يتكلم بعد المباراه على ان جوزيه مورينيو لم يؤثر فنيا داخل الفريق في الملعب، الكلام ده انا عارفه بينصر بعد كل نتائج سلبيه، لان زي ما قلت لك الاسلوب اللي بيلعب بيه جوزيه مورينيو اسلوب ينفع انك تشكر فيه فقط في حاله الفوز، انما حاله الهزيمه تعالى نقطع فيك براحتك، هو كورته هجوميا مش ضعيفه قوي. فحاله ان انت محتاج تطور الشغل اللي انت كنت عامله في اعتماد على هاري كين بينزل بيلعب مركز 10 ويفوق يحرك سونا يحرك لوسيلسي او يحرك كمان لوكاس مورا او يحرك اي حد بيلعب ناحيه اليمين لحد ما يجيبه هاف يمين او لحد ما جاريث بيل ربنا ينتهي بالسلامه ويرجع لفورمه توتنهام قبل ما يروح ريال مدريد، وقتها بقى نبقى نقول جوزيه مورينيو بيحاول يعمل شغل هجومي. ألاكم في كل جمهور توتنهام اللي كان فاهم فعلا ان حلم الدوري ممكن يكمل لحد النهايه، بس هذا هو الواقع يا صديقي، وهذا هو المكان اللي توتنهام اخره يوصل ليه.